بما انه وصلنا مع بعض فوق 100 سبسكرايبر، صار الوقت اني اعمل لمحة عني وعن هالقناة. اسمي ريمون وعايش بألمانيا، بدرس وبشتغل بالكهرباء. من حبي للرسم تعلقت بالتصوير. بهالقناة رح نحكي اخر اخبار التكنولوجيا، نعدل صور مع بعض، نتعرف على برامج وتطبيقات جديدة. دعمكم وتعليقاتكم هن حافزي لأستمر وطور بالقناة. فإذا أول مرة عم تشوفني حط سبسكرايب، لأن بدعمك ودعمك أنا بستمر. استنوني كل يوم خميس فيديو جديد، وإذا كنتوا كتير كتار ممكن اتشجع أكتر ويصيروا فيديوهين أحد وخميس. انتظروني.